بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. نبهنا عدة مرات إلى خطر الفصل بين القول والفعل، وكررنا آيات منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وكبر مقتا رو أنت قلت مؤمن وقولك ليس متبوب عمل يعني يناسب قولك، فأنت بقولك تحب تذرع الناس اللي أنا مستقيم، أنا من العلماء الأفاضل، أنا كذا أنا كذا، هي قولك الناس اللي يسمعوك ينتظروا فعلك، واللي ينتظر فعلك أولا ومسبقا هو الله سبحانه وتعالى. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والجماعة ذوما اللي عاملين رحم المسلمين فعل الشياطين من النوع هذا، فهم ممقوتون، تحبوا لا تكروا، وحتى الدعاء ما يستجاب لكم، مطعمك حرام ومشربك حرام ولباسك حرام وسيارتك حرام وطائرتك حرام، وبعد تطمن يستجيب مولانا وهو يمقوتك. يا ناس فقوا على روحكم، يا ناس خلي تطمن في روحكم وتشلكوا في الدين، الدين راهو دين المولى، يعني قيمة الدين عند الله في أعلى عليين، وانت الدين عندك انت أداة لتغليط الناس، ليجيبهم لكلامك وبعد تستغلهم من حيث لا يعلمون، يستحلوا كلامك، قلوا هذا والله من المؤمن المؤمنين ما فيها باس، بل نسلفوا أموال ولا نتصدقوا عليه ولا حاجة، هذا كلي كراهو الحلية ذي عملوها ليقبلكم، وحتى حد منجح كل واحد كمل عمره طويلا عزق رمضان ولا خلى بين الكلام عملياتيس انتر لابر إلاكت، هلاتيس هذا هو اللي مجيب لك إبلاء في آخر عمرك، وربما ما تقدرش على الشهادة وما تلقاش كون يقلالك شهادتين، هو المجر. وانتم قلتم ولم تفعلوا فاعلموا أن الله لا يكتب لكم فضل العمل، تمشيوا وضيك بلا عمل، خاصة العمل متاعكم لله مش لله، لحاجة في نفسك المريضة، نسأل الله السلامة.